مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من منشط الصحافة، والتي نسلط الضوء فيها على أبرز ما طبعته الصحف المحلية والعربية والدولية لهذا اليوم. تنضم إلينا خلال هذه الحلقة مراسلة تلفزيون دولة الكويت إيمان دمرهان من تركيا لتطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف التركية لهذا الصباح، ويرافقنا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ فهد المسعود. ورحب بك معنا أستاذ فهد. أهلا بك. ومشاهدينا نذهب الآن إلى أبرز العناوين المحلية، لكن بعد هذا الفاصل. جولة منشط الصحافة اليوم نبدأها بهذا العنوان من صحيفة السياسة الأمير في البيت الأبيض الأربعاء المقبل، وكتبت السياسة عنوانا شارحا: واشنطن رحبت بزيارة سموه وأكدت أنها تعبير عن الشراكة القوية بين البلدين. وفي متن الخبر ذكرت السياسة أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه يبحث والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء المقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وحول هذه القمة تناولت السياسة تأكيد السفير الأمريكي لدى البلاد لورنس سيلبرمان ترحيب الحكومة الأمريكية بزيارة الأمير وبالاجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، مشيرا إلى أنها تعكس الشراكة الأمريكية الكويتية القوية والمستدامة، وتوفر الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الإقليمية الملحة للبناء على الحوار الذي دار بين الزعيمين في لقاءاتهما السابقة. أستاذ فهد، نبدأ معك بهذا الخبر، يعني ملفات متعددة تبحثها هذه القمة، ما هي أهم هذه الملفات من وجهة نظرك؟ دعني في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أن أقف عند تصريح السفير الأمريكي سيلبرمان عندما قال هناك ترحيب واسع كبير من البيت الأبيض لا سيما من الرئيس الأمريكي بزيارة صاحب السمو، وهذا يعني يدل على أن هناك اهتمام وتقدير للكويت ولحضرة صاحب السمو لما تلعب الكويت دور كبير في السعي دائما لحل الازمات بالطرق الدبلوماسيه السلميه وتجنب الخيارات العسكريه فيها، كذلك تقدير الولايات المتحده لدور الكويت في العمل الانساني. نعم. وتسميه حضره صاحب السمو قائد العمل الانساني. لذلك تاتي هذه الزياره المهمه لتؤكد العلاقه الثنائيه واستمرارها وامتدادها للقاءات سابقه كانت موجودة. طبعا تحمل ملفات كثيرة هذه الزيارة، لكن أهمها أن نسلط الضوء عليها هي أولا ما يهم العلاقة الثنائية بين البلدين. فستشمل هذه المباحثات توقيع على اتفاقيات من أبرزها وأهمها اللي طبعا في المجال الأمني وكذلك المجال الدفاعي، وهناك كذلك توقيع على اتفاقيات في المجال الاقتصادي والجمارك والامن السايبري. نعم. اللي هو الفضاء الالكتروني. فيما يتعلق بالملفات الاقليميه التي تحدث عنها الخبر، ما هي من وجهه نظرك؟ طبعا الملفات الاقليميه لا شك التركيز على 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 تحييد ايران وكذلك اجبارها من خلال سياسات معينه في عدم الخوض في شؤون الداخليه في دول المنطقه. كذلك من الملفات المهمه اللي هو السعي لحل الازمه الخليجيه ورغب الصدع بين قاده دول مجلس التعاون حتى للحفاظ على الكيان مجلس التعاون في مواجهه الاخطار الاقليميه. هذه من الملفات كذلك اللي سوف يتم تناولها، وكذلك ملفات ما يدور في العراق وفي اليمن وفي سوريا وكذلك بعض يعني المشاكل داخل منطقة. ودعنا نركز هنا على ترحيب دونالد ترامب بمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحل الأزمة الخليجية، وخاصة في لقائه الأخير معه. نعم. في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الجريدة، صباح الخالد يتوجه إلى واشنطن للمشاركة ضمن وفد الأمير في القمة مع الرئيس ترامب. صحيفة الأنباء عنوانها العريض: الدفاع حزم ومحاسبة، وتحت هذا العنوان تفاصيل الإجراءات الحاسمة والقرارات الحازمة التي اتخذها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قبل مغادرته البلاد لاستكمال رحلة العلاج بغية كشف الحقيقة وإزالة أي تشكيك في الإصرار على حماية أبنائنا الطلبة الضباط وتوفير الرعاية الكاملة لهم طوال فترة تدريبهم في الكلية العسكرية، ومحاسبة كل مقصر ومتهاون ومخطئ في التسبب في حالات الوفاة والإصابة التي تعرض لها أبناء الكويت من الطلبة الضباط مؤخرا وقبل ذلك.
أيضا في السياق ذاته نشرت صحيفة القبس إشادة عدد من النواب بالقرارات التي أصدرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، والتي اشتملت على وقف عدد من القيديين بالوزارة، مؤكدين حرصه على شفافية واستقلالية التحقيق الذي فتح في قضية وفاة الطلبة الضباط. كما أيد النواب قرار وزير الدفاع بشأن توسيع دائرة التحقيق لتشمل حالات الوفيات السابقة. أيضا فيما يتعلق بهذا الخبر، كيف تعلق على القرارات التي أصدرها الشيخ ناصر الصباح وزير أولا الدفاع؟ أولا دعيني من هذا المنبر أن أوجه كلمة شكر لمعالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي قطع برنامجه العلاجي الصحي لظروفه الصحية، وأتى وأصر أن يكون موجود وواجد في لتقديم واجب العزاء في الفقيدين الطالبين، نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والأجر. وكذلك هذا من جانب، من جانب آخر حرصه على زيارة الطلبة المصابين في المستشفى، والجانب الثالث اللي هو كذلك حرصه على 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 الوقوف على وإشرافه بنفسه على التحقيق في ملابسات وفاة الطالبين في كلية التعليم الصحي العسكري الأسبوع الماضي، وفتح تحقيق واسع وفتح كذلك ملف سابق لوفاة أحد الطلبة من كلية أحمد الجابر امتداد لهذه الحادثتين، وكذلك إصدار يعني إجراءات حاسمة وقرارات حازمة في هذا الموضوع فيما يتعلق بتشكيل اللجنة. تشكيل اللجنة، نعم، هذه اللجنة تكون حيادية مكونة من مستشارين من وزارة العدل وكذلك من هيئة القضاء العسكري العسكريين ومن وزارة الصحة من الأخصائيين من أطباء في وزارة الصحة للوقوف على ملابسات هذين الحادثين ومتابعته شخصيا والإشراف على هذه التحقيقات وملابسات الوفاة، وكذلك اللي رأوا وتكليف اللجنة برفع تقرير كامل بكل شفافية وحيادية لظهور نتائج أسباب اللي أدت إلى وفاة. ولكن يعني توسيع نطاق التحقيقات فيما يتعلق حتى بحالة الوفاة، نعم، التي حدثت قبل ما يقارب، نعم، 6 أشهر في كلية أحمد الجابر الجوية. صح. إلى أي مدى يدل ذلك على حرص يعني الشيخ ناصر الصباح، نعم، على محاسبة المتسببين، نعم، والوقوف على أسباب، نعم، هذه الحالة؟ لا شك هو إعادة فتح الملف لحادثة سابقة قبل 6 أشهر تقريبا يدل على حرص معاليه على الوقوف على ملابسات هذه الحوادث وتحديد بالضبط اين الخلل الموجود في سواء في البرنامج الاكاديمي او التدريبي او حتى طريقه التعامل مع الطلبه داخل الكليات، نعم، العسكريه. لذلك تاتي هذه الاجراءات الحازمه والقرارات الحاسمه للتاكيد على حياديه وشفافيه الموضوع، وهناك ارتياح في المجتمع بشكل عام وفي الأوساط السياسية بشكل خاص على قرارات معالي صاحب النائب الأول. نعم. في خبر آخر من صحيفة النهار، قالت إن الحياة تعود صباح اليوم إلى المدارس، حيث ينطلق قطار العام الدراسي 2018-2019، ويبدأ العام الدراسي اليوم بطلبة الصف الأول الابتدائي على أن يلتحق بهم غدا بقية صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى جانب رياض الأطفال، فيما ينتظم مطلع الأسبوع المقبل طلاب المرحلة الثانوية. ننتقل إلى صحيفة الوسط التي أوردت تأكيد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات أن الجهاد أو الجهود الحكومية مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة، ممثلة بوزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية لترتيب عودة المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم عبر شركة الخطوط الوطنية. الإعلام لا منع للكتب إلا بعد عرضها على لجنة الرقابة. تحت هذا المنشأ تطرقت صحيفة الصباح إلى تأكيد المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش أمس أن الوزارة لا تقوم بمنع إجازة أي كتاب إلا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل.
روسيا تعرض جزرة على المعارضين السوريين المحاصرين. تحت هذا المنشط قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن غارات القصف الروسية حولت مسار الحرب لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، وأرسلت موسكو سفنا حربية إلى شرق المتوسط من المحتمل أن تكون استعدادا لهجوم عسكري ضد آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا في محافظة إدلب. لكن روسيا تضيف الصحيفة تتفاوض أيضا حول الاستسلام المشروط مثل ذلك، والذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي في الجنوب السوري. إذن هون أستاذ فهد، هنا تتحدث الصحيفة عن موضوع الجزرة الروسية، هو الاستسلام مقابل العفو كما حدث في الغوطة، كما حدث في مناطق في حمص. هل هذا الأمر أيضا مطروحا في إدلب؟ طبعا مطروحا في إدلب، لكن ما يعني الفرق بين إدلب وبقية المناطق، بأن إدلب الآن أصبحت هي الملاذ الرئيسي للمعارضة السورية والفصائل، فصائل المعارضة. نعم. فصائل المعارضة بما فيها هيئة تحرير الشام. وهناك أخبار تقول بأن هناك توافد من كثير من الفصائل للانضمام إلى هيئة تحرير الشام، وبالتالي الأعداد تكون كبيرة. وهناك ضغط من بعض ريادي هذه الفصائل لبعض المنتسبين لها بعدم الاستسلام الى الجزره الروسيه، ومن يعني ومن يقوم بهذا العمل هناك اجراءات يعني قد تصل الى تصفيه بعض العناصر التي تتراجع عن قرار هيئة تحرير الشام. لذلك المعركة ستكون يعني شرسة، ستكون إذا 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 حدثت، وستطول نظرا لاستعداد الفصائل المقاومة في منطقة إدلب، وستكون حاسمة بالنسبة للنظام السوري المدعوم من روسيا ومن إيران في هذه يعني ما المعركة. ترجحه انت في ما يتعلق بإدلب، ترجح الحرب على المصالحات او التسويات؟ حتى الان هناك يعني حسب المعلومات المتوفره لدينا بان هناك بالفعل ضغط من الفصائل السوريه بعدم الاستسلام، والمضي قدما في مواجهه الضربات الروسيه والنظام السوري في إدلب. في المقابل كثير من وسائل الإعلام تتحدث على أن هناك فصائل من فصائل مسلحة في إدلب تريد بالفعل تسوية. نعم، هناك صحيح الكلام، هناك بعض الفصائل تريد أن تسوية، لكن حتى الآن ولربما في الأيام القليلة القادمة سيكون هناك نوع من المقايضة أو المصالحة أو الاستسلام مقابل العفو الشامل. إذا رأيت بعض الفصائل أو الفصائل كلها بأن هناك توجه عام داخل تلك الفصائل، لربما ستغير الوجهة وسيكون هناك، وهذا ما نتمناه الحقيقة، أن لا يكون هناك أي ضربات عسكرية، لأن في النهاية ستكون الضحايا يعني كثيرة من بسبب وجود يعني ما يقارب 3 ملايين مدني. نعم. متواجدين في إدلب غير المعارضة. فما نتمنى أن يكون هناك ضربات عسكرية، سيكون ضحايا من غالبا من المدنيين. نعم. في خبر آخر، حكومة الولايات المتحدة قررت وقف كل التمويل الذي تقدمه إلى وكالة الأونروا، منهية بذلك سياسة تدعمها منذ عقود. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذه الخطوة دفع بها بقوة جاريد كوشنر صهر رئيس ترامب والمستشار الأعلى في الشرق الأوسط، كجزء من خطة لإجبار السياسيين الفلسطينيين على إسقاط طلبات العديد من اللاجئين للعودة إلى وطنهم. ونقرأ في صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الأمم المتحدة تتهم الصين باحتجاز أكثر من 1 مليون مسلم في شبكة سرية من مراكز الاحتجاز، إنهم المعتقلون الذين تنكر الصين وجودهم بما يصل إلى 1 مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين، الذين يقول نشطاء حقوق الإنسان إنهم محتجزون في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال في غرب الصين. ورفضت لجنة تابعة للأمم المتحدة في جنيف فحص سجل الصين بشأن التمييز العنصري نفيا بجين لمخيمات إعادة التعليم، ودعتها إلى الاعتراف بوجود المرافق وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك في تقرير صدر يوم الخميس. رفضت اللجنة المبررات التي قدمتها الصين بأنها تواجه مشكلة إرهابية في منظمة شينشانغ على أنها مجرد ذريعة لاعتقال الأقلية المسلمة. في هذه القضية اليوم تتدخل الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإيغورز في الصين، هل دخول الأمم المتحدة ربما يمثل ضغطا على بيجين من أجل التراجع عن الممارسات التي تقوم بها تجاه هذه الأقلية؟
هذا التدخل غير كافي، ولا أعلم طبيعة التدخل، قد يكون يعني مجرد رسالة أو أمور شفوية، لكن ما يهم بهذا الموضوع أنه يجب أن يكون قرارات من مجلس الأمن تجاه هذا الموضوع. إذا كان بالفعل ستضغط على الصين كأمم متحدة، كمنظمة العالمية الأمم المتحدة في الضغط على الصين لوقف هذه الممارسات، وبالتالي لابد أن يكون هناك إصدار قرارات من مجلس الأمن للضغط على الصين، ومنها طبعا قرارات تكون قد يكون هناك يعني ضغط من خلال يعني الحصار الاقتصادي أو يعني وقف التعامل مع الصين في بعض الجوانب الاقتصادية، وهذا طبعا يكون يعني ضربات موجعة دائما للدول. إذا كان هناك حصار اقتصادي يشل حركة الاقتصاد البلد، ولكن مجرد يعني كلام أو تقارير لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا ما لم يكن هناك بالفعل قرارات أممية حاسمة من مجلس الأمن في الضغط على الصين لوقف هذه الانتهاكات والممارسات ضد المسلمين. نعم، ولكن يعني أستاذ فهد، في هذه المناطق سواء في الصين سواء في الهند سواء حتى في ميانمار، نلاحظ يعني توجه تجاه الأقلية المسلمة، تدخل الولايات المتحدة، تدخل مجلس الأمن في قضية الروهينجا لم يحل أي شيء من مشاكل الأقليات المسلمة في هذه المناطق، فما الذي سيحله في هذه المنطقة؟ نعم بالضبط، مثل ما تفضلت، يعني هنا قياسات تقيسين على أساس ماذا سيحدث لو بالفعل هناك ضغط أممي أو من خلال الولايات المتحدة أو غيرها من الدول على هذا الملف. لذلك أنا أعتقد شيء مؤسف أن نرى الانتهاكات ضد حقوق، يعني طبعا أولا حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز العنصري من خلال التعامل العرقي أو المذهبي في مثل هذه الملفات، ما لم طبعا يكون هناك قرارات يعني فاصله وحازمه، لكن الامر اعتقد سينتهي عند هذا الحد بمجرد ادانه لهذه الانتهاكات والضغط من خلال يعني قد يكون، وبالتالي هو تكرار لسيناريو الروهينجا. بالضبط. دعنا ننتقل واياك الى اسطنبول، وتنضم الينا من هناك مراسل التلفزيون دوله الكويت ايمان دمرهان لتطلعنا على ابرز ما تناولته الصحف التركيه لهذا الصباح. اليك ايمان. يعني الصحف التركية ركزت اليوم على تحذير الرئيس أردوغان خلال الزيارة التي يقوم بها لكردستان بضرورة التعاون للقضاء على خطر منظمة فتح الله جولان، بالإضافة طبعا إلى الحراك العسكري الخطير في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مسألة إدلب طبعا والتي تستقطب أنظار العالم كله. البداية مع صحيفة مليات. صحيفة مليات قالت تحت عنوان منظمة فتح الله جولان خطر على كل الدول، نقلت الرسالة الأولى التي وجهها الرئيس أردوغان إلى كيرغيزستان، وحذر فيها من أن تركيا عانت من محاولة انقلاب فاشلة من قبل هذه المنظمة، ولا تريد الدول الشقيقة أن تعاني مثلها، مطالبا بمكافحة هذه المنظمة المتغلغلة أيضا في كيرغيزستان بشكل أقوى لتحييد خطرها. أما صحيفة يعني شفق فقد قالت تحت عنوان حالة استنفار في البحر الأبيض المتوسط أن كل أساطيل العالم تتجمع في هذه المنطقة، حيث تحشد الولايات المتحدة مدمراتها البحرية المحملة بصواريخ توماهوك بذريعة التدخل في حال هاجم النظام السوري إدلب، في مقابل أساطيل أخرى لدول مثل روسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما حدا بتركيا أيضا إلى زيادة تواجدها العسكري في البحر الأبيض لحماية حدودها البحرية وأمن طاقتها. أخيرا مع صحيفة يعني عقد التي قالت تحت عنوان أزمة إدلب لن تحل إلا مع تركيا، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري بدون تركيا سيفتح الطريق أمام وقوع مذابح للمدنيين في هذه المدينة، لافتة إلى رفض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمثل هذا التدخل العسكري وتحذيرهم من الكارثة الإنسانية الكبرى التي ستقع في حال لم يتم معالجة الأمر دبلوماسيا. فيما يتعلق بموضوع إدلب وموضوع المحادثات فيما يتعلق ما بين تركيا وحتى إيران وروسيا، هناك من يتحدث عن تسويات وهناك من يتحدث عن حرب، وبالأمس كما تعلمين يعني تركيا قالت أو أدرجت هيئة تحرير الشام على أنها من الجماعات الإرهابية، ما هو سبب ذلك وما هو السيناريو المطروح في ظل المفاوضات ما بين تركيا وروسيا وحتى إيران فيما يتعلق بإدلب؟
طبعا هيئة تحرير الشام هي مدرجة على قائمة الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، وتأخر تركيا في إعلان هذه المنظمة كمنظمة إرهابية كان بسبب المفاوضات التي كانت تحاول أو تجري معها من أجل تجنيب المدنيين في إدلب أي عمل عسكري طبعا مدمر هناك. بالتالي فأن هذا التأخر جاء من هذا المنطلق. بالنسبة للمتوقع هناك، طبعا تركيا أي عمل يعني هو أمر محسوم أن أي عمل عسكري أو حراك عسكري في إدلب لا يمكن أن يتم بدون موافقة ومع موافقة تركيا والتنسيق معها، هذا أمر محسوم، ليس فقط لأن إدلب تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لتركيا كونها الحديقة الخلفية لمناطق النفوذ التركية في شمال سوريا مثل درع الفرات وغزل الزيتون، أيضا نظرا لتواجد تركيا العسكري القوي المباشر بداخلها، هي تملك 12 نقطة مراقبة فيها، بالتالي لا يمكن حصول أي تدخل بدون موافقتها. طبعا هناك تسريبات بأنه تم التوافق مع روسيا وإيران الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد، تم الاتفاق وهذا الاتفاق سوف يتم بلورته في القمة الثلاثية التي ستجري في 7 من الشهر الجاري في مدينة تبرز الإيرانية. طبعا على ضوء هذه القمة سوف يتم تحديد مصير إدلب وما ستؤول إليه. نعم إيمان، وباختصار بالنسبة لوكالة أنباء الأناضول أفادت بسجن 3 موقوفين فيما يتعلق بإطلاق النار على السفارة الأمريكية قبل عدة أيام، ما الجديد لديك حول هذا الموضوع؟ لحد الآن يعني آخر معلومات أنه تم القبض على 6، تم اعتقال منهم 3 لحد الآن نظرا لثبوت تورطهم بهذا الاعتداء على السفارة الذي حدث في أغسطس العام الماضي. بالتالي التحريات لا زالت مستمرة في هذا الموضوع. نعم إيمان دمرهان مراسلة تلفزيون دولة الكويت كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. ونعود للحديث عن إدلب في مقال اليوم الذي اخترناه من صحيفة اللواء اللبنانية بعنوان إدلب معركة سوريا الكبرى وشظايا أوروبية وتركية ومواجهة أمريكية إيرانية. تساءلت في بدايته كاتبته رولا موفق أي عنوان تحمله معركة إدلب التي تقرع قبولها، سؤال يفرضه حجم التعقيدات التي تحوط بالمعركة ذاتها من جهة واحتدام المواجهة في المنطقة مع إيران من جهة أخرى. وكان جليا أن إدلب ستكون المعركة العسكرية الكبرى والنهائية في سوريا بعدما تحولت مستودعا لكافة أنواع المقاتلين ولا سيما مقاتلي هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة سابقا والمتشددين والفصائل المسلحة المعتدلة والمقاتلين الأجانب الذين أتوا بالألاف من كل حدب وصوب ويشكلون اليوم محور الاهتمام العالمي لمجريات المعركة ومآلها. معركة إدلب في حكم الأمر الواقع، لكنها لن تكون معركة سهلة إذا لم يكن هناك اتفاق على ما قد تحمله من تداعيات على مستوى الأمن العالمي. أوروبا معنية بدرجة كبيرة، لكنها في نهاية المطاف ومهما سعت إلى التمايز عن الموقف الأمريكي فإنها غير قادرة على مقارنته. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكركتير بعد هذا الفاصل. الكركتير اخترناه من صحيفة القدس العربي ولك التعليق. طبعا يتكلمون عن القرار، هناك حماس وفتحوا قرار السلطات الإسرائيلية والأمريكية بوقف المساعدات عن المهجرين حتى لا يعودوا إلى أو ربما يشير إلى عدم التوافق في الآراء ما بين فتح وحماس مؤخرا، هم في الوقت الحالي بأشد الحاجة للتوافق وخاصة بعد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أشكر ضيفي المحلل السياسي فهد المسعود على تواجده معنا وأشكركم على المتابعة. في أمان الله.